poprawkę. Tam bez mody patynatari شامل للالتهاب وحطينا مجموع حوادث يلي بالنتيجة بدها توصل المواد الأساسية اللي بدنا نستعملها لمقاومة العوامل المغرضة وركزنا على موضوعين منها وهو توسع الأوعية زيادة وزيادة النفوذية الوعائية. وذكرنا كلمة حطيتها هون على اللوح إذا بتذكروا قلنا تفعيل اكتيفيشن واو تفعيل اكتيفيشن عادة بنعطي الالتهاب بخمس جلسات هالسنة مضغوط البرنامج بنعطيها بست جلسات فمضطر شوي نختصر الأمور. الاكتيفيشن بكل موقع في مادة معينة مسؤولة عن الاكتيفيشن لكن رح أعطيكم بشكل عام شو هي المواد يلي بتعمل اكتيفيشن. نحن وقت حكينا بداية عن توسع الأوعية شو لقينا المادة هيستامين برادكينين فإذا هيستامين هي موجودة دائما حول الوعاء منطقة الأذية ما في حاجة نستجرها قد نستجر شوية إضافة عن طريق البازو في الأوعية. هي عطت وقت لمادة تانية موجودة لكن موجودة بشكل طليعة لأنه ما مفروض إنه تشتغل لحالها ما بصير التهاب بدون سبب. شو طلعت ثاني مادة؟ برادكين. إذا نحن خلينا نقول كاينينوجين. هي عطت وقت إلى أن تداعى الجسم بجدار الوعاء وعطانا مجموع مواد شو هي؟ بروستاجلاندين واللوكوترين مشتقات الأرشيدونيك أسيد. فإذا بروستاجلاندين واللوكوترين عدة عوامل تتضافر مجموعة هاجمان. شو هي مجموعة هاجمان؟ التخصص العامل 12 بالداعة إحدى مواده كتير هامة بالتفعيل في الالتهاب كمان. هي بدنا نتذكرها طبعا كل واحدة إلى موقع لكن ما قادر أعطيكم إياهم إلا احتمال بسياق الحديث. ذكروا لي الثرومبين. شايفين جسم كل مادة للتفعيل بيجيبها من مكان مغاير المكان الآخر حتى ما ينحصر بآلية واحدة. فإذا الثرومبين عندي مجموعة كبيرة تحت اسم القينات الخلوية طيب. مجموعة كبيرة هي رح نحكيها بعدين بتفصيل أكثر في الجلسة المقبلة. فهي رح نحطها كابيتال ليترز كلها حتى ما تنسوها. من السيتوكاينز عنا موكين من هالمجموعة انترلوكينو انترلوكينز القينات الخلوية هي الموليكولر ماسنجر الرسائل الجزيئية ما بين الخلايا. الرسائل الجزيئية ما بين الخلايا في الكريات البيض هي الانترلوكين. حصرنا في جزء من هذيك. إذا بدنا رسائل ضمن الخلية بشكل أساسي بدنا نعتمد على الانترفيرون. فإذا بدنا نحط هون الانترفيرون مجموعة كبيرة بحكي عنها لكن صار عندكم فكرة عن هالمواد كيف انه تأثيرها ما امكن تأثير موضعي احيانا تضطر تطلع لبعيد. نحن بالنسبة لتأثيرات المواد عندنا ثلاث مراتب اندوكرين لكل جسم باراكراين حول حول و سيتوكراين او انتركراين او كذا فقط على مستوى الخلية. فمعظم هدول المواد بحد اقصى باراكرين حول الخلية لانه اذا الاذية هون بالابهام ما بدنا ابهام القلب هو اللي يصير فيه الارتكاز فلذلك دائما ما امكن حولها. احيانا نضطر لبعض مظاهر
الالتهاب العامي الحرارة بيطلع الانترلوكين بالمعارض فإذا كل ما بعدنا عن الأوتوكرين بعدنا عن التأثير الأساسي للمواد المحفزة. طيب المواد المحفزة ما لازم بالنتيجة يلتقى لها شيء يهمدها؟ ما بصير التهاب يروح. أمثلة نعطي الهستامين. هستامينيز. عندي آليتين. أولا نصف عمره قصير. لذلك المرة الماضية حكينا عنه قلنا immediate transient فوري عابر نص حياته بدقائق. بالإضافة إلى هاي وحدة عندي شيء اسمه هيستامينيز خميرة الحادة للهيستامين يعني حتى الدقائق أحيانا زيادة عن اللزوم نختصرها. فكل وحدة من هالمواد في إلى شيء بيعدلها حتى الالتهاب ما يزيد عن حد. عندي مادتين بيعدلوا لهم خصوصيتهم من ضمن الانترلوكينز انترلوكين 10 كل الحدثية الالتهابية بيهدئها شوي مو بس الهستاميناز بيعدل الهستامين كل الحدثية الالتهابية شوي بيهدئها. وعندي مادة تانية بدي اياكم تحفظوا لي لانه هامة كمان بتعدل بتهدئ كل الحدثية الالتهابية اللي Transformation Growth Factor Beta Transformation Growth Factor Beta الحدثية الالتهابية لأهميتهم معظم هالإنترلوكينز بينفرزوا من الماكروفاج البلعمة الكبيرة تايب 1 M1 هدول خصصوا لهم الماكروفاج لحالها هي الماكروفاج M2 النموذج الثاني. فإذا خلية ومجموع مواد تجي خلية ثانية بالوقت المناسب تفرز بعض المواد النوعية لتهدد الحدثية الالتهابية. فإذا بذهنكم صار الجسم دائما عنده عدة آليات ليرتكس لأذية عنده آليات ليهدئ الأذية بالوقت يلي ما عاد لازم تستمر أكثر من حد معين. إذا عندنا وقت وقت نحكي عن مواد نحكي عن هدول صار عندكم بتأمل فكرة واضحة عنه. كمان خلوا بالكم شغلة تانية حسب الوقت نحن بشكل عام عم نحكي عن نيتروفيلز بلعمات كبيرة. النيتروفيلز تيجي أول 24-48 ساعة وهي فترة حياتها قصيرة أصلاً وما لازم تستمر كتير. لكن عندي أحياناً بعض الالتهابات تستدعي النيتروفيل بشكل مستمر ما بتيجي بعد 24-48 ساعة بتحل محل الماكروفاج. هذا نشوفه بحالتين بعض الأعضاء تتطلب ذلك. وقت نقول في عنا أوستيومايلايتس التهاب العظم الدقيق لبعد شهر وست شهور وسنة من ضل منلاقي النيتروفيلز عم تجي العديلات. بايلونيفرايتس التهاب فويضة وقلية بعد شهر شهرين ثلاثة نفحص البول منرد منلاقي فيه نيتروفيلز. فإذا بعض الأعضاء تستدعي نوعية خاصة من الخلايا بعض الجراثيم الزوائف سودومونوس بعد أسبوع بعد ثلاث أسابيع بتضل النيتروفيل هي اللي بتجي. فإذا نحن بشكل عام الموجة الأولى نيتروفيلز بعد 24-48 ساعة بتبلش تيجي الماكروفاجز لأنه نحن بحاجة لأفرازاتها وهذه هي الأفرازات. لكن عندي بعض الخصوصيات بالمقابل مثلا الحمات الراجحة بشكل عام ما بتستدعي نيتروفيلز بتستدعي أي نوع من الخلايا لمفاويات. فإذا بلشنا الالتهاب نحوص فيه شوي أكثر منه والله نفس الآلية ماشية على طول. نحن خلينا نقول نفس الخطوات الأساسية لكن بجوز يكون في اختلافات وصرنا نعرف إنه في عوامل تهدئة على مستوى مادة واحدة هيستامين أو كل الحدثية الالتهابية انترلوكين 10 تهدأ شوي من يلي بلش تهدأ شوي
حطينا نحن مشتقات الاراشيدونيك اسيد. من مشتقات الاراشيدونيك اسيد غير الليكوترينز والبروستاجلاندين عندي اللايبوكسين. اللايبوكسين بيهدد كل مجموعه الاراشيدونيك اسيد. فاذا ماده كل الحدثيه او جزءها من الحدثيه تهدئه لها. نرجع بعدين سألي خلينا الوقت ضيق لأنه نحن وصلنا الخلايا لجدار الوعاء ولقينا بسبب الوذمة طلعت السوائل ضمن الوعاء صار في ركولة بشكل خاص بالطرف الوريدي من الوعاء لأنه هناك الخلايا البطالية مخلخلة أكثر جدار الوعاء أقل سماكة فهنيك المنطقة المناسبة إنه الخلايا تبلش تطلع. أول مرحلة إنه تطلع هي قضية ميكانيكية فقط. مين أثقل الكرية البيضاء لما الحمراء؟ بيضاء. 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 الحمراء أول هي ما هي أسطوانة مقعرة أصلاً وصغيرة ودورة محدد ما له علاقة بالالتهاب. إلى فترة حياة محددة حوالي 120 يوم. فإذا وقت بتهدأ أكثر الكريات البيض فيها نواه حجمها كبير إلى زوائد بتبلش ترتصف بجدار الوعاء فصار عندي التهمش أو المارجينيشن. مارجن هو الهامش تهمش. فإذا هالمرحلة هي تقريبا لأسباب فيزيائية الركودة السوائل ما عاد في كثير وزن الكرية البيضاء كبير راحت ناحية الجدار. لكن هي بنلاقيها إذا إجت للجدار عم تقفز. ما هي إنه عم تدحرج هيك. لذلك مع التهمش بدها تجيني قضية ثانية قضية الالتصاق. ما بديها تلتصق بحيث إنه جندت بمحلها فالالتصاق لذلك جزئين مرحلتين. التصاق واهن حتى هالدريبل العالي بطئ بخف شوي شوي بتبلش تتحرج بيجي بعد منه التصاق اشد وثوقا ما بدي اقول متين كثير اشد وثوقا لانه انا بالنتيجه بدي هاي خليه بطانيه وهي خليه بطانيه هاي الكرية البيضاء أنا بدي إياها قبل الكل تتدحرج شوي وقت توصل لهون لازم يكون في عندي آلية لتخترق وتطلع لبرا. فإذا التهمش التصاق ثم التصاق الواهن التصاق. عمليا نحن ما عندنا جدار يا شباب خلص التهمش بتصقوا ما بصير هيك. كل الحوادث متمادية مع بعض فإذا بتبلش تهدى حركتها لتهدى حركتها بدنا جزيئات التصاق ومعناتها بالمنطق بدنا نوعين جزيئات التصاق واحد واهي شيء إنه ليهدي حركة شوي وتصير تدحرج شوي شوي واحد يثبتها تمام والثاني أقوى بشوي حتى وقت توصل لهون ما تنط لهون ما استفدت شيء إذا نطت لهون ما صار عندي انسياب بدي إياها إنه تنسى لذلك نوعين من جزيئات الالتصاق واهن عرفنا شو مهمته وأشد متانة أشد متانة المجموعة الأولى سلكتين. على رأسها سلكتين سلكتين والمجموعة الثانية الأشد على رأسها انتجرينات آي كام في كام انتجرينات انتجرين وآي كام في كام بس واحد على هالخير انتجرين. طيب هلأ نحن نأخذ هالكرية البيضاء ونشوف شو بيصير فيها. هاي أنا عندي هون شوية سيلكتين وعندي على الخلية البيطانية شوية سيلكتين وجوا بالخلية البيطانية مخبي شوية سيلكتين. السيلكتين هاد سيلكتين L
leukocyte, كرية بيضاء. Selecting A. Selecting her endothelium. Selecting her B. Black. بيجي من الصفيحات بس بيتخبى. هذا كله موجود. أنا ما بدي الحدثية الالتصاقية. شو بده يصير؟ Activation. يصير في activation. إذا ما صار activation ما بيصير في التصاق. يعني ما بتعبر عنه. الالتصاق هذا بدي اياه انا واهن خفيف. لذلك الحقيقة هي ما بترتبط مع هي. هي بترتبط مع مادة ميركو بوليساكرايد مخاطية. مخاطية شيء انه بدها تهد. بس هذيك اذا ماشي بسرعة والسنانات قوية تنكسر. لا لا. فاذا هي رح تنربط مع أوليغوساكرايد. منضف له كلمة ميوكو أوليغوساكرايد مخاطي. ومنحدد إحدى المواد اللي أهم من غيرها اللي هي سيالاتد سيالكس سيالد لويس إكس. فإذا رح نرجع على سطح الكرية البيضاء شوية سيلكتين L، على سطح الخلية البطانية شوية سيلكتين E، وجواتها كمية لا بأس فيها سيلكتين B. إجا التحفيز بدي بالهستامين، كمل دوره الهستامين، بيجي بعده منه مواد تانية. هون بشكل خاص بيجي الثرومبين. دائما بدي مواد من محلات مختلفة. بيجي الثرومبين. الثرومبين موجود كل محل لأنه موجود في المصورة. المصورة موجودة في كل محل. عامل هكذا. فإذا وقت تفعل هي صارت كميتها أكبر. هي صارت كميتها أكبر. وهي بلشت تقذف مواد هذا السطح. لأنه إذا مخباية هون أنا ما استفدت منها. بتبلش طالع من هون. فإذا منظومة أوركسترا بتبلش كلها جاهزة. ما في مايسترو. صار في عنا التحفيز وبديت. فإذا سيلكتينز مع مواد مخاطية. السيلكتينز الأكثر تعبيرية عن نفسها هي اللي موجودة على الخلايا البيطانية على السطح أو ضمنها. والمادة اللي راح تلتصق فيها أكثر من غيرها هي مواد قليلة السكاكر مخاطية. مثال أساسي عليها السالينول إكس. هديت هاي ما عادت تنططت. مشيت شوي شوي بده يجيني الانتجرينز. هلا الانتجرينز الأساسية بيضاء. الانتجرينز الأساسية موجودة على سطح الكريات. هني كشفنا المادة الأساسية موجودة في الخلايا البيطانية. هون موجودة فوق. بدها ترتبط مع مجموعة ثانية من المواد. هدول ايكون فيكم. هالمجموعة الثانية من المواد هي من مشتقات السوبر إيميون جلوبولينز. ايكون وفيكم. عائلة سوبر فاميلي. هدول أدهشن هدول. سوبر فاميلي. وفيكم. إيميون وقلن أنواع ألف إيه وكذا ما في حاجة ندخل فيها. بكفي نعرف لأنه دائما رح نكتشف مادة أجل. بس الكتلة الأساسية ايكام وفيكام. شو هدول الايكام وفيكام؟ عقبات التصاق. نبدأ بالفي. فاسكولر سيل ادهيشن موليكيول. اي ام دائما ادهيشن موليكيول. وهذيك انترا سيلولر. ديروا بالكم انترا سيلولر ضمن الخلية. انتر بين الخلايا. ما بين الخلايا. فاذا هدول رح يرتبطوا مع هدول وخلص. مشيت بهدوء ووصلت لهون بهدوء. طيب وصلنا ما بين خليتين بطانيتين. اذا خلصنا مرحله الالتصاق. هلا بتبدا المرحله التاسعه. الاول مراحل وعائيه سته. سبعه تهمش. ثمانيه الالتصاق. تسعه انسداد. هلا هون ما بدها تضوع فرصه الخليه. نفس الماده هي اللي رح تكون موجودة على سطح الكرية البيضاء
وعلى سطح الخلايا البطنية بي كام حتى ما يضيع وقت يلي بي كام بليتلت اندوثيليوم سيل أدهيج الملكي نفس المادة موجودة فشدت الكرية البيضاء وصلت معنا لهون هون عند الإنشاء الطاعم هذا مثل السد مقرب ما استفدنا فيه دخلت ما بين خليتين بطاريتين وقفل الإنشاء الطاعم وقت منقول نحن كريات بيضاء عادلة وأسسة محببة لشو عم نرمز محببات نحن العادلة محببات المواد محببات يعني هن لايزو زوم مبروك يا زعم جسيم حال جسيم في خمائل حالي لايزو زوم هدول حبيبات من ضمن هالحبيبات مادة مختصة باختراق الغشاء القاعدي معظم الغشاء القاعدي هو كولاجين تايب 4 تايب 5 باختلاف هي عندي خميرة كولاجينيز فإذا وقت وصلت لهون أفرزت الكولاجينيز تختلف الغشاء شايفين دائما في عنا تتابع للموضوع صار الانسلال وأنا العامل الممرض هون أي عامل جذب كيميائي أي كيموكينات كيموتاكسيس العامل الممرض هون ونسلم هي الكرية البيضاء كثيرة النوع ممكن تروح بأي اتجاه عامل كيموكينات كيموتاكسيس كيموتاكسيس جذب كيميائي شيء يجذبها لهون دبروها كيف بدها تفهم؟ البلاعم تفرق البلاعم اللي تفرز كيموكينات حسب تركيز كمان حسب تركيز جاوب عنكم حسب تركيز فرق التركيز هل الخلية رح تستشعر انه في مواد غريبة على الجسم لذلك من وقت باكر اعطيتكم انا المانيتول ريسبتور عندي سكر مو موجود الا بالجراثيم بمجرد ما اجى رح تشعر انه في شيء فنحن المشعرات اول مجموعه من المشعرات كل ما هنالك قالت في اذيه ثاني مجموعه من المشعرات عم نستشعر تماما شو هو العامل الممرض من ضمن المواد يلي موجودة بالجراثيم بمعظم الجراثيم مادتين مانوز اتركوا السكاكر المانوز بنرجع له بعدين وحدة وحدة بيبتيدات في الجراثيم خاصة إيجابية الجرام بنهايتها عندي N فورميل ميثايونين ما موجود بجسم الإنسان فهالكرية هي رح تستشعر له في مواد تانية أقل نوعية يلي هي بعض أنواع الجسم طيب دائما في عندنا جريدينت الخلايا تمشي من التركيز الاقل للاعلى للاشد وين التركيز الاشد هون لما هون لا لتحت معناتها ما عاد تهرب الكرية البيضاء صار عندها كيموتاكسس صار عندها سمت انا رايحه كل ماله عم بيزيد الانفورمين مثالي كل ماله عم بتزيد الجسم الموجود هل الجسم بيترك نفسه فقط تحت رحمة آلية إن الجراثيم يكون فيها؟ لا. يجوز يطلعنا جرثوم بكرة ما في إنفورمين مثلاً ما في جسم. لذلك هدول عوامل الجذب الخارجية يلي إجت مع العامل الممرض في غيرها بس جبت لكم أكبر مثالين عندي عوامل جذب داخلية شو هي عوامل الجذب الداخلية؟
بتستشعر انه في هدف مثل الرادار، بتستشعر انه في هدف تروح لعنده. عندي ثلاثة أساسيات من ثلاث مواقع مختلفة حتى ما نترك حالنا تحت آلية واحدة. أول شيء عندي مجموعة مخصصة من هدول للجذب، عندي مجموعة من السايتوكاينز راح أسميها كيموكاينز. كيموكاينز مهمتها الأساسية الجذب. تذكروا منها بشكل خاص انترلوكين 8 رقم 8 انترلوكين 8. هاي مادة. عندي مادة تانية تيجي من موقع مغاير تماما من تداعي الأراشيدونيك أسيد، من تداعي الأراشيدونيك أسيد بيطلع عندي ما بعرف لوكوترين 4. أي خلية بالجسم ممكن تفرزه، لأنه أي خلية بالجسم راح يكون في شوية تمام. فإذا مصدر ثاني مغاير تماما. وعندي مصدر ثالث أسرع من كل هدول لأنه موجود دائما في الدم، يعني هي الكومبليمنت. بس الكومبليمنت ما لم تحفزت، بمجرد ما تحفزت بلشت تتداعى، من ضمن تداعياتها طلعت لي C5A. يعني هي لحالة آلية الجذب الكيميائي داخلية الجسم كيف مرتب أموره من أكثر من اتجاه، كل واحدة من محل عم يجيبها لنفس الغرض. واحدة منهم ما تأملت كفاية، كان في عندي قصور كبد ما ولدت لي كومبليمنت كفاية، أوكي بلاحظ عندي أنا وصائل، كان في عندي خلايا عم تتحطم ورح طالع منها لوكوترين بي 4 وإلى آخره. فإذا هدول جذب. خلصنا المرحلة التاسعة، وصلت الكرية البيضاء لعند العامل الممرض. بلا عمل. قبل ما أقبل عمل ما بدي أتعرف عليك. تعرف. إذا في تعرف جزء ما بدي أقبل عمل علوش. في تعرف. نأخذ وندي شوي. بعدين الإحاطة. بلا عمل. والفتك. الحقيقة هدول عم نحاول نقسمهم بس مربوطين مع بعض. ريكوجنيشن، انجلفمنت، فيجوسايتل، كيلينج، مربوطين مع بعض. طيب ناخذ التعرف. نحن واحدة من آليات التعرف البسيطة حكيناها مسبقا حتى دائما يكون في عندنا مثال باكر، حكينا عن المانوز ريسبتور. هل سكر وفي غيره سكاكر ما موجودة إلا بالجراثيم؟ هي إحدى الآليات منوس. عندي آلية ثانية لمجموعة تتعرف على بروتينات موجودة بالجسم، هذيك سكاكر بروتينات، سكافنجر الكنس. إذا واحد تعرف على سكاكر منوس ريسبتور، اثنين تعرف على بعض البروتينات يلي هي سكافنجر روابط الكنس، ثلاثة نحكيها لاحقا يلي هي جاهزة بالدم دائما يلي هي انتيبودي. كيف فينا نسرع البلعمة؟ شو بنسميها؟ طهي. عندنا مجموعة الطاهيات، مستقبلات الطاهيات، لكن هي ثلاثة. اثنين حكينا عنه كلمتين، الطاهيات بدنا نحكي عنها لاحقا، بدي احكي عن الرابعة، لأن الرابعة كلها بقى صارت معها الريكوجنيشن، راح يكون في اتاتشمنت تتمسك فيه، راح يكون في انجولفمنت، وراح يكون في فتك. الآلية اللي راح ركز عليها الرابعة يلي هي هذا جدار الخلية، وهو
هون عندي رابط